يستمر أهالي الضحايا والمفقودين في مدينة ترهونة وللأسبوع الثاني على التوالي في الخروج في وقفات احتجاجية للتعبير عن استيائهم من الحكومة لإهمالها لملف المقابر الجماعية وإهمالها كذلك لحقوق أسر الضحايا والمفقودين. فكما تشاهدون هي جموع أهالي الضحايا والمفقودين في وسط الجزيرة بمدينة ترهونة يرفعون لافتات يطالبون فيها الحكومة بالإسراع في تشكيل محكمة جنائية خاصة بجرائم الكانيات وعدم عودة أسر وأهالي القتلة التابعين للميليشيات الكاني إلا بعد المحاسبة. ولمعلومات أكثر حول هذه الوقفة الاحتجاجية ينضم إلينا رئيس منظمة أهالي الضحايا والمفقودين في مدينة ترهونة السيد رمضان الريشي ليعطينا معلومات أكثر عن أسباب تنظيم هذه الوقفة. سيد رمضان، حدثنا عن أسباب تنظيمكم لهذه الوقفة وما هي المطالب، مطالب أهالي الضحايا والمفقودين؟ مطالب أهالي الضحايا والمفقودين هو توفير مادة دي ان دي والقبض على المجرمين والبحث، دعم الهيئة المفقودين للبحث على باقي الجثمين اللي موجودة في المكبات القمامة. وهذه الوقفة مستمرة لأهالي الضحايا كل يوم سبت لحتى تتوفر جميع المطالب متاع أهالي الضحايا في المدينة. ومعنا أحد الحاضرات وأحد الضحايا ميليشيات الكاني من عائلة هرودة، ما هي الرسالة التي تودين أن توجهيها من خلال هذه الوقفة؟ نوجه بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، نوجه كلمتي لأهالي ترهونة أولاً انهم يظهروا ياخذوا حقهم. احنا عندنا بالالوفات اللي مفقود اللي اندفن، انا اخواتي هذيما ثلاثه استلمتهم ودفنتهم، مصير خوتي زوز لتوا مجهول مخطوفين مثل 2018. وينكم؟ وينكم يا قانون ليبيا؟ اذا كان قانون الارض ما خدانيش حقي، في قانون السماء اقوى من دبيبه واقوى من صديق الصور واقوى من ليبيا كلها، وحسبي الله ونعم الوكيل. شكرا. اذا كما لاحظتم مجموعة من المطالب يطالب بها أهالي الضحايا والمفقودين خلال هذه الوقفة، لعل أبرزها هو القصاص من الجنات، كذلك دعم هيئة البحث والتعرف على المفقودين لانتشال باقي الجثث الموجودة في عدة مواقع موجودة في مدينة ترهونة، آخرها مكب النفايات في مدينة ترهونة، وكذلك عدم فتح المجال لعودة أهالي وأسر القتلة التابعين لميليشيات الكاني، وأن المتظاهرين كما أكدوا أنهم مستمرون في الوقفة الاحتجاجية إلى حين يعني التفات الحكومة لمطالبهم. كان معكم إبراهيم الكاسح من مدينة ترهونة ليبيا الأحرار.